صنع في العراق، عبارة غابت على مدى 16 عاماً عن جميع المنتجات التي تعج بها الأسواق العراقية. المحتجون في الساحات أعادوا الحياة لهذه العبارة حين نظموا حملة شعبية اقتصادية لدعم المنتج المحلي في ساحة التحرير وسط بغداد وساحة احتجاج المحافظات، وتضامن معها الجميع. وفي ساحة احتجاج كربلاء عرض المحتجون مواد غذائية وسلعا وبضائع عراقية، وشجعوا الآخرين على شرائها ومقاطعة البضائع المستوردة. المواطنون ساندوا الحملة وكان لهم رأي فيها. المنتج الوطني هو أطيب شيء، يعني هاي وحدة. اثنين، المنتج الوطني هو يدعم العامل ويدعم الطالب يشتغل ويدعم كل واحد هو يشتغل. المنتج هذا كله ما بيه مواد حافظة، يعني المعلبات الزاهي، يعني نوعية زينة. ندعو إلغاء الضرائب والرسوم على الشركات والمصانع العراقية في سبيل تخفيض الأسعار. ندعم المنتوج 100% وأكثر من 100%. كل العراقيين هو من أفضل الإنتاج العالمي، هو الإنتاج العراقي، وخاصة بالدواء سامراء مثلا، لكنه الفساد استحقر هاي الإنتاج العراقي. آخرون قالوا إن الصناعات العراقية لها شهرة في كل مكان كونها تصنع من أجود المواد، مطالبين الشعب بتقرير مصيره ودعم المنتج العراقي. تدري هذا المنتوج الوطني العراقي ما يجي أحسن منه، كان التمر ومخللات، وكان المعجون الطماطم، وكان القمر، وكان كل صناعة العراقية. وإحنا ترى كارثة أكثر من كل الدول، صناعاتنا المصانع العراقية كلها مسددة، الدوائر العراقية تصنع ماكو مسد، الزراعة إحنا ماكو نفط، يعني كارثة. ناشطون مدنيون طالبوا الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات توفير الدعم للمصانع العراقية. عندنا آلاف المعامل، يعني والشباب العاطين عن العمل، ليش هيك؟ هاي ما شاء الله كل المعامل هنا موجودة دا تشتغل، يعني دا نوفر لهم احنا دعم، الحكومة تكون توفر لهم دعم حتى يفتحون مصانعهم من جديد. بعد أهم شيء عندنا يكون الحكومات المحلية تدعم المعامل داخل محافظتها، توفر لها مثل الكهرباء، توفر لها مثل سيارات وصل منتوجاتها. ويملك العراق أكثر من 188 مصنعاً كبيراً متوزعاً على المحافظات، لكن أكثر من 100 خرجوا عن الخدمة، الأمر الذي فاقم مشكلة البطالة في البلاد. يشار إلى أن نحو 99% من العملات الأجنبية التي تدخل أسواق العراق هي من قطاع النفط، وأقل من 20% من الزراعة. ويستقبل العراق سنوياً ما يعادل 40 مليار دولار من المواد التي تستورد من الخارج.